باقي الجولة الثانية ديابو يسجل الهدف في التعادل لصالح المنتخب المالي. الشوط الاول بدون هدف، الشوط الثاني زادوا ضغطوا علينا، والغلط اللي درناه انا من عندي بالنسبه ليا هي بقينا كنلعبوا كره اللور وبحال اللي زدنا لهم شويه الثقه. عناصر المنتخب الوطني عانت كثيرا من التدخلات العنيفه من لاعبي المنتخب المالي، وكان اكبر ضحيه اللاعب السيبري الذي اصيب في الدقيقه 25 وصل، لكنه لم يتمكن من مجاراة بقية أطوار المقابلة واضطر إلى التغيير في الجولة الثانية. التعادل في الوقت القانوني هدف لمثله. وصل المنتخب الوطني في الشوط الإضافي الأول بمعنويات كبيرة، فالأشبال لا يعرفون الاستسلام. بإحساسهم الهجومي وانضباطهم التكتيكي تمكن الفريق الوطني من توقيع الهدف الثاني بوسط اللاعب الوزاني. مباشرة بعد هذا الهدف اللاعبون والجمهور في أوج سعادتهم في الوقت الذي كان فيه المنتخب المالي أكثر تركيزا واستغلالا لمرحلة فراغ التي مر بها الفريق الوطني ليتمكن اللاعب مايغا من تسجيل هدف التعادل لصالح المنتخب المالي. أمر التأهل حسم بركلات الجزاء، حيث ابتسم الحظ لصالح الفريق الوطني. نجحت عناصره في التنفيذ بفعالية وثقة وجمالية، في حين العارضة أحبطت مرتين آمال الماليين ليضرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة موعدا جديدا لاستمرار تألق كرة القدم المغربية التي تحقق موسما استثنائيا. السبت القادم بالمجمع الرياضي الأمير مولى عبد الله بالرباط، المنتخب الوطني سينازي المنتخب المصري في نهائي كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة.